بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العسكري المنشق محمد محمود من مواليد حمص. كنت أخدم باللواء 104 التابع للحرس الجمهوري. أنا بالمدنية كنت أشتغل محل توزيع دهانات بالجملة. بلشت خدمتي أنا بسنة 2010 1/6/2010. التحقت بالجيش كتأدي وخدمة إلزامية. لحتان بلشت الأحداث بالشهر الثالث 2011. بلشوا ينزلونا مهمات كحفظ نظام أو كعساكر كحفظ نظام على دوما وعلى تل وعلى حرستا وعلى عدة مناطق بالغوطة الشرقية موجودين. نزلنا، بذكر حال أول جمعة نزلنا على دوما، كانت المظاهرات بشارع جلاء، شارع معروف كثير هون بدوما. كانوا هني قبل فترة يعني يعدونا دروس توجيه سياسي، يقولوا لنا انه الخطط هاي تابعه لبندر بن سلطان، تابعه لاردوغان، تابعه لعده جهات خارجيه. يلعبوا بروسنا ويقولوا لنا انه هذول اللي طلعوا كلهم ارهابيين وكلهم يعني متشددين كثير. نزلنا كاول جمعه، انا بذكر حين نزلت كان معنا عصي وهروانات وكان في بعض المسلحين بس يضلوا مخفيين ما يشوفون العالم انه سلميه. بس ننزل نشوف هالعالم متجمعه وعم تظاهر هيك، يصيروا هن يعبوا بروسنا مشان نهجم عليهم. نهجم عليهم، نمسك هل نمسك منهم، هل ينقتل، هل يتصاوب، هل يعتقلوه، ياخذوه على السجون ويعذبوه عذاب كثير كثير كان قاسي بالنسبه للشعب. مرقت الاحداث تقريبا شيء شهر، طلبت اجازي وفعلا نزلوني. نزلت على بلدي على حمص، بس تفاجأت انه الوضع بشكل كامل متغير. وخبرني والدي وخبرتني والدتي وجيراني بالحاره ورفقاتي انه الوضع ما انت حاطه براسك. يعني تفاجأت انه عندنا بالحاره في مظاهرات بالضيعه بالمدينه بحمص. كانت معروفه حمص انه كثير فيها مظاهرات وكثير كانت الشعب يطلع. رجعت على القطعة وأنا متيقن تمام اليقين إنه هالشيء اللي عم يصير كله غلط بالنسبة للنظام، غلط 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 كبير كتير كمان. بلشت أنا عاد كل ما يحاولوا بس بدهم يطالعوا مجموعة على المهمات أو شيء، حاول إني أتملص مشان لأنه الشعب هذا كله حرام عم يروح يعني دمه برقبتنا. وكانوا لما عملوا حواجز على بدوما هون، نزلوني حاجز ثابت. نزلت قعدت على عدة حواجز منهم حاجز بلدي هو هذا آخر حاجز كنت عليه. كنت حاول إني أتعرف على العالم من برا أو على عناصر من جيش الحر مشان يسهلوا لي الانشقاق. حاولت عدة مرات بس كنت دائما أتردد لأنه كانوا دائما بالجمعة بالأسبوع الواحد يعملون درسين توجيه سياسي. توجيه سياسي ضمن التوجيه السياسي يقولوا لنا نحن أن عالم جوا، أن ضباط، أن عناصر، أن هاي يعني مثل عوائنية. وحتى أنا تعرفت على زلمة من هون من دوما، الله يجزيه الخير، هو اللي سهل لي أموري وصرت أتعامل معه. أعطيته بعض هلي الله قدرنا عليه أنه أعطيته بعض الذخيرة وبعض المعلومات حتى سهل لي هو انشقاقي. الحمد لله طلعت بخير وسلامي وهلأ أنا موجود بدوما بالغوطة الشرقية عم نقاتل ونحارب هالنظام. بإذن الله رح نصير قلب الشام خلال أسابيع قليلة بإذن رب العالمين. وتابعين هلا نحن لكتيبة شباب الثورة للواء أصول غوطة مع الحاج أبو يونس غنيمي، عم نحارب هالنظام هذا الغاشم والفاسد وبإذن الله النصر قريب. نحن هلا موجودين هون مرابطين مشان طائرات الميك، طبعا بسلاحنا الخفيف اللي الله مقدرنا إنه نحن نحمله. وبإذن رب العالمين راح يسقط على ايدينا. سلاحنا هو معروف يعني قليل من سلاح المعروف نوع 23 ورشاشات البكسي وال 14.5 قله قليله. يعني سلاحنا كثير خفيف بس الحمد لله رب العالمين بتوفيق من رب العالمين عم نقدر على الطيارات ننزلها. ما مثل ما عم طالع قنوات انه نحن عندنا صواريخ وعندنا، راح اشوف شلون عم بزت علينا صواريخ سكود وصواريخ الله اعلم شو نوعها. بس الحمد لله بفضل من رب العالمين نحن هون مرابطين باذن الله ما راح نتحرك من هون، يا اما على دمنا يا اما النصر باذن رب العالمين. وبتمنى من هالعالم اللي نايمه برا تفيق، ومن هالشباب اللي عم تروح تسافر
برات هالبلاد انه تشوف الشعب شو عم يصير فيه. الله وكيلكم لحد هلا يعني ما نحكي نحن نفضح انا بس يعني لا اكلنا اكل ولا شربنا شرب ولا نومنا نوم بس كله فضل من رب العالمين نحن لحد هلا ولسه عزيمتنا اقوى من هيك بكثير ولسه بنصبر اكثر من هيك بكثير كله فضل من رب العالمين. اخر شيء بتمنى انه العالم هاي تكون وصلت رسالتي وشوفوا الشباب هاي شو عم يصير فيها لانه مستقبلنا بعتبر انه تدمر بشكل كامل بس باذن رب العالمين بترجع البلاد احسن من اول بكثير كله فضل الشباب هاي الطيبه طالع هلا بفضل هالكباريه والله هيك باذن رب العالمين كحل عيوننا وعينكم بالنصر والسلام عليكم.